انتم مع كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مره ثانيه. الفقره الاولانيه هنتكلم فيها عن قاره افريقيا. بالنسبه لي قاره افريقيا هي ام القارات، والشعوب الافريقيه بما ان انا تعاملت مع بعض الأفارقة من الشعوب الأفريقية من أماكن مختلفة، شعوب طبعا ما أخدتش فرصتها، شعوب طبعا لو أخدت فرصتها العالم هيتغير، شعوب عندها inner peace أو سلام داخلي، شعوب مش قليطة مش متعجرفة، عندهم إنسانيات عالية جدا زينا، يعني عاطفيين جدا، دمهم حامي جدا. وكلمة عاطفيين دي جايز هي حاجة كويسة او ايجابية، ان الواحد يبقى شخص عاطفي وعنده انسانيات عالية، بس في الازمنة اللي احنا بنعيشها دي للأسف ده بقى حاجة سلبية، لان الانسان الحساس عواطفه جياشة يعني ما بيعرفش يعيش قوي في وسط الحروب الفظيعة الموجودة عندنا على هذا الكوكب. هنتكلم النهاردة شوية عن أفريقيا، ومعنا أحسن واحد شاب مصري ممكن يكلمنا عن أفريقيا النهاردة، مشرفنا ومنورنا أستاذ حسن الغزالي، وفاز مؤخرا بمنصب نائب رئيس اتحاد الشباب الأفريقي لشمال أفريقيا. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أستاذ شريف، و كل سنة ومصر بخير من النهاردة لحد يوم 7 يناير ان شاء الله. ولازم بس ننوه ان العالم ما قبل السيد المسيح غير العالم ما بعد السيد المسيح. كل سنة واحنا بخير، وكل سنة واحنا متمسكين ومتحابين مستندين على رسالة السيد المسيح عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. يعني بشكرك على التقديمة الحلوة دي. طيب عايزين نتكلم عن حضرتك الأول. حضرتك دلوقتي أنشأت في 2014، يعني من 4 سنين تقريبا، مكتب أو اتحاد الشباب الأفريقي، تمام، التابع لوزارة الشباب، تمام. أنشأت مكتب الشباب الأفريقي، اتحاد الشباب الأفريقي هو موجود من... أنشأت ما فيش مشكلة، احنا بنتكلم وبنعرف الناس وتصلحي الأول. طيب 1962 تم تأسيس اتحاد الشباب الأفريقي كمنظمة شبابية أفريقية على مستوى القارة، وكان من إحدى المؤسسين ليها الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. في 2014 أسست ما يسمى بمكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة. من 2014 حتى الآن شغالين على أفريقيا. عايز أسألك سؤال. تفضل. دلوقتي الاتحاد الشباب الافريقي ده اللي تم تاسيسه سنه 1962، تمام، هل كل قاره ليها اتحاد زي ده؟ طبعا كل قاره بيكون ليها منظمه جامعه شبابيه، سواء في امريكا اللاتينيه، سواء في اسيا، سواء في افريقيا. اللي في امريكا اللاتينيه واللي في اسيا وكده تم انشائهم قبل ولا بعد 62؟ معظم الحركات الشبابيه مرتبطه شويه بسابقة تاريخية مرتبطة بالتحرر، مرتبطة بالنضال. يعني أنا ما عنديش معلومة واضحة وثابتة عن أمريكا اللاتينية، لكن معظم أمريكا اللاتينية ممكن نلاقيها موجودة في السبعينات، وفي منتصف السبعينات أو آخر السبعينات أو بداية الثمانينات، وده طبعا مرتبط بمفهوم النضال اللاتيني اللي كان ضد الديكتاتورية والفاشية العسكرية في أمريكا اللاتينية وقتها. أوكي. احنا طبعا في افريقيا مرتبط بحركات التحرر الافريقيه اللي بدات منذ الستينات والخمسينات، واللي كانت على راسها طبعا جمهوريه مصر العربيه اللي كانت بتقود حركات التحرر، ليها الرياده في الحقيقه في حركات التحرر. طبعا طبعا طبعا. اتفضل. بالمناسبه كمان الاتحاد كان موجود في الجزائر منذ 1962، وانتقل لجمهوريه السودان، هي دوله المقر الان، في 2011. انا موجود في الاتحاد. طب انا هتوقف عند ان الاتحاد الشباب الافريقي دلوقتي موجود في السودان، تمام، والانتخابات اللي حضرتك نجحت فيها كانت في السودان، تمام، ده من شهر ولا من قد ايه بالظبط؟ لا 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 لا، منذ حوالي 3 ايام. من 3 ايام. اوكي، فمبروك اولا. الله يبارك فيك. مبروك لمصر قبل اي حد. عايز اعرف تم انتخابك ازاي، والانتخابات مين كمرشح نفسه قدامك،
وقبليك مين؟ هل مصر كان ليها ممثلين قبل كده ولا لا؟ تمام، احكي لي شويه. منذ 2011 لحد 2014 مصر كان ليها ممثل، وانا كنت عضو من 2000 وكام معلش، من 2011، ودي كانت اول مره انا احضر الاتحاد الشباب الافريقي بعد اعاده تدويره من جديد. كنت ضمن الوفد المصري، والحمد لله كان ليا دور اللي انا اساعد في اللي احنا نقدر نحصل على منصب نائب الرئيس في 2011. في 2014 تقدمت وتم ترشيحي وتزكيتي من جانب وزارة الشباب والرياضة بعد حوالي 4 شهور أو 5 شهور من تأسيس مكتب الشباب الأفريقي. يعني أنا أسست مكتب الشباب الأفريقي في فبراير 2014، سافرت في ديسمبر 2014 لتمثيل مصر. و معلش عندي استفسارات كده ممكن تبقى غريبة شوية، يعني هو من 62 ل 2014 ما كانش فيه مكتب؟ لا لا، كان فيه، كان فيه، بس كان معلق، كان معلق كل ده. لا لا لا، من 62 حتى 2011 كان موجود في الجزائر. لكن كان في مصري. لا لا، هو كان المكتب، خليني برضه اوضح لك. اتحاد الشباب الافريقي هو ليه اسمه اتحاد الشباب الافريقي؟ لان هو بيمثل جميع الدول، الدول الافريقيه، وبيمثل جميع القارات. ازاي بيمثل جميع القارات؟ في رئيس وفي امين عام. جميع القارات، جميع، سوري، جميع الدول الافريقيه داخل القاره بالظبط. في رئيس وفي امين عام، وكل رئيس، والرئيس ليه 5 نواب على مستوى القارة. القارة مقسمة إلى 5 مناطق، شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط. إحنا طبعا في نطاق الشمال، الشمال طبعا. والأمين العام ليه نفس الـ 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 النواب، شرق وشمال وجنوب ووسط وغرب. وفي نائب للأمين العام هو من دولة المقر. كده يبقى كام؟ يبقى رئيس وأمين عام، أدي كده 2، وكل رئيس والرئيس والامين العام كل واحد منهم ليه 5 نواب، يبقى كده احنا 12 زائد مساعد الامين العام لشؤون المقر 13 من دوله المقر. طبعا دوله المقر جمهوريه السودان، وبنشكر السودان طبعا على الاستقبال والحفاوه واللي دايما يعني معروفين بيها. في 2014 تقدمت لنائب الامين العام. انك ترشح نفسك بالظبط. مصر تقدمت بالظبط، مصر تقدمت ممثلا عنها، والحمد لله قدرنا نكسب. كان امامي دوله ليبيا، الحمد لله قدرنا نكسبها. وبالمناسبه مش بالسهوله اللي انت، ليبيا ليها ارث تاريخي في افريقيا بناء على الرئيس معمر القذافي. يعني الليبيين، يعني كان في موقف مش هقدر انساه بعد الانتخابات، واحنا في ليبيا او قبل الانتخابات كمان، كان الحضور طلب دقيقة احداد على ارواح شهداء الثورة المصرية في 2011. كل الافارقة وقفوا، ثم تم طلب دقيقة احداد على ارواح الشهداء الليبيين. تم رفض الوفود الافريقيه، رفضت الوقوف، لان هم بيشوفوا الزعيم، هم بيشوفوا لما عمر القذافي هو زعيم للقاره وما حدث. طبعا دي وجهات نظر، وجهات نظر سياسيه بالظبط، وجهات نظر سياسيه. يعني احنا مش هنخش فيها بالظبط. طيب كمل لي. وبعدين وفي 2014 تقدمت، والحمد لله كسبت الشقيق والممثل لدوله ليبيا. من 2014 ل 2017 مكتب الشباب الافريقي برئاسه الباشمهندس خالد عبد العزيز عملنا مجهود من وزير الشباب طبعا، وزير الشباب والرياضه، والدعم الاكبر وهو مهتم جدا بالجانب الافريقي في الحقيقه. رئيس الجمهوريه مهتم طبعا. بكل وضوح خلينا نكون صرحاء، توجه مصر الى افريقيا او الى القاره واضح جدا ومهم جدا طبعا. القيادة السياسية بتدعم اي نشاط واي توجه الى افريقيا. وانا اعتقد كمان، معرفش انت هتصلح لي ده، يعني الشباب المصري والمصريين بيحبوا الافارقة جدا، بنحس بانتماء ان هم جزء من الارض، مصر يعني مصر جزء من افريقيا، وهم تحس انهم قرايبنا كده. انا شخصيا بنتمي ليهم جدا. خليني اقول لك، في موضه جديده طلعت بعد 2011، هي موضه الضفائر الافريقيه.
دي احدى دي الشباب بتعمل حتى القمصان حتى التيشيرتات. ايوه مظبوط. كل الكلام ده لو في علماء انثروبولوجي وعلم اجتماع اعتقد هيكون ليهم تفسيرات للمفاهيم ديت. لكن انا عايز اقول لك الافارقه بيشوفونا ازاي وانا ليه اسست مكتب شباب افريقيا وكان ايه هو الدافع. لا قبل ما تقول لي الافارقه بيشوفونا ازاي انا عايز اعرف من 3 ايام انت نجحت ازاي في الانتخابات. مين كان قدامك المره فاتت؟ كان قدامك الليبي المره دي. مين كان قدامي؟ الجزائري. الجزائري. الجزائر. ومن هنا طبعا بوجه تحية لبلد المليون شهيد. الجزائر لها إرث محترم كمان في أفريقيا. طب قول لي بقى الانتخابات يعني احنا حضرنا ازاي انتخابوك؟ خليني اقول لك احنا حضرنا مكتب شباب افريقي. حسن مش هو الوان مان شو، في فريق عمل محترم جدا 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 جدا. بوجه لهم التحية والمباركة للنجاح لينا قبل ما بوجهه لنفسنا. احنا عملنا كامبين محترمة جدا على السوشيال ميديا، عملنا حضرنا قبل ما نسافر برنامج انتخابي بالمصري بنقول عليه ما يخرش المية، برنامج انتخابي مستند على خبرة 3 سنوات داخل مؤسسة الاتحاد الشباب الافريقي. احنا كنا حاطين برنامج انتخابي بيستند الى 3 حاجات: ميثاق الشباب الافريقي، أجندة أفريقيا 2063، ودستور اتحاد الشباب الأفريقي. دي أجندة أفريقيا 2063. دي أجندة تم اعتمادها في 2015 بتقول اللي احنا في 2063 هنكون ازاي، أفريقيا هتكون ازاي. الأجندة دهيت بالضبط نفس مفهوم أجندة مصر 2030، لكن مصر هي على المستوى الوطني. بالمناسبة احنا كنا مستندين برضو في البرنامج بتاعنا على أجندة، يعني احنا كنا مستندين على 3 أجندات على المستوى الوطني مصر 2030، على المستوى القاري 2063، وعلى المستوى الدولي 2030 اللي هي معنية بالأمم المتحدة اللي هي أجندة التنمية المستدامة أو أهداف التنمية المستدامة. كمان كنا حاطين عمودين داخل البرنامج الانتخابي. ليه مصر؟ أنت ليه تنتخب مصر؟ وكنا حاطين حوالي 10 نقاط داخل البرنامج. ليه مصر تستحق اللي هي تكون داخل اتحاد الشباب الأفريقي؟ وعلى الجانب الاخر حاطين احنا هنعمل ايه اول لما نكسب، واحنا عملنا ايه، واحنا بنعمل ايه. كل الكلام دهوت يعني كان دافع. لما كنا بنقعد مع الوفود، احنا كنا بنقعد مع الوفود ما كناش بننام، كنا بنقعد مع الوفود علشان نشرح لهم احنا عملنا ايه بالارقام وبالاحصائيات. احنا كنا محضرين برنامج بالارقام، احنا عملنا ايه، وزاره الشباب والرياضه عملت ايه، مكتب الشباب الافريقي عمل ايه، وهنعمل ايه، وايه هي المقومات اللي احنا بنستند عليها. جبت كام صوت بقى؟ اكتساح. اكتساح. القاعة كانت بتهتف حسن. والله طب ده شيء لطيف جدا. يعني انا عايز اقول لك على حاجة والله العظيم، 3 مصر دولة كبيرة جدا 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 جدا، اقسم بجلال الله. يعني انا مفيش كلام بيوصف لك الحاله. يعني الحاله دي كانت في الاول خالص وصفت الشعوب الافريقيه بان هم شعوب عاطفيه جدا جدا. عايزين نشيل الجانب العاطفي دلوقتي جداً من الانترفيو ارجوك. على فكره انا بقول لك بالمناسبه احنا البرنامج بتاعنا كان مبني على الورقه والقلم. طيب خليني، انت في حاجه مهمه جدا كنت هتقولها وانا قطعتك فيها. كيف ينظر الشباب الافريقي لشباب مصر؟ ده اللي هنتكلم عليه، بس احنا هنشوف فاصل في اغنيه ترجع تحكي لنا الشباب في افريقيا نظرتهم ايه لشباب مصر، وايه اوجه التعاون اللي ممكن تكون بين الشباب المصري والشباب الافريقي. هستاذن استاذ حسن الغزالي، هنسمع اغنيه ونرجع لكم، خليكم معانا لو سمحت. كلام خفيف مع شريف مبكور على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رجعنا لكم مرة تانية بنرحب أستاذ حسن الغزالي نائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقي لشمال إفريقيا. أهلا وسهلا بيك. احكي لي، معرفش هتفتكر ولا لأ، حضرتك يعني نائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقي لشمال إفريقيا، مين بقى الجنوب إفريقيا ومين غرب ووسط وكده، من بلاد إيه؟ طيب المكتب التنفيذي بيكون من مين؟ عندنا في الرئيسة هي فرانسين مويمبا. منين؟ من الكونغو دي آر سي، كونغو ديمقراطية. بالمناسبة فرنسيين كان ظهورها كقيادة شبابية كان هنا في القاهرة. والله. في 2014 كنا بننفذ حاجة اسمها منطقة شباب دول حوض النيل، وهي كانت ضمن الوفود ضمن نواب الكونغو. كانت دي الرئيس الأمين العام من دولة مالي،
عندنا نائب الرئيس لشمال أفريقيا الفقير إلى الله حضرتك، عندنا نائب الأمين العام هو من المغرب. أوكي. وبالمناسبة عايزين نبارك للمملكة المغربية تواجدها وعودتها للدول الأفريقية من جديد والاتحاد الأفريقي. عندنا من غرب أفريقيا كمان النيجر نائب رئيس، وعندنا غانا نائب الأمين العام، ويعتبر برضو غانا عضو جديد، فمؤسسة دولة كبيرة ومهمة، فده برضو شيء كويس. يعني ايه عضو جديد؟ والمغرب عضو جديد؟ المغرب عضو جديد طبعا في الاتحاد الأفريقي، يعني المغرب لسه عودتها كان الاتحاد الأفريقي في القرن الأخير. عودتها طبعا. لكن المغرب كتاريخ، لان المغرب طبعا كان في موقف سياسي معين فتم يعني انسحب. قلت وغانا؟ غانا في المكتب التنفيذي، عضو جديد في المكتب التنفيذي. اوكي. يعني هي ما كانتش موجوده في المكتب التنفيذي السابق، لكن موجوده. وجنوب افريقيا؟ جنوب افريقيا كانت رئيس في دوره 2011. اوكي. انتوا الدور يعني المؤتمرات بتاعتكم مش المؤتمرات. اكمل لك. وعندنا من جنوب القاره عندنا مدغشقر، وعندنا زامبيا، وعندنا من شرق القاره عندنا اوغندا، وعندنا لسه مكان شاغر الخاص بنائب الرئيس فهيتم عليه انتخابات، وعندنا من وسط القاره جابون وسنتر افريكا بس طب انا عايز اسالك سؤال بمنتهى الامانه، الشباب الافريقي هيستفيدوا ايه من اتحاد الشباب الافريقي؟ طيب احنا اصلا ايه دورنا؟ احنا دورنا رسمي سياسات عامه، وبنقدم بدائل للدول، للحكومات، للمجالس القومية للشباب. كتير قوي من الأنظمة السياسية اللي في أفريقيا، خلينا نتكلم بقى منتهى الأمانة، تمام، أنظمة مستبدة جدا، ما فيهاش أي نوع من أنواع أو أوجه الديمقراطية، فإزاي الأنظمة دي ممكن تسمع للشباب؟ طيب خليني أقول لك، أنا هتكلم عن مصر. لا احنا مصر عارفين حالتنا ايه. لا انا هتكلم عن مصر، هتقدمت ايه وهتقدم ايه وبتقدم ايه. لان دي الدولة اللي انا بمثلها اللي بتمثلها. احنا من 2014 ل 2017 فقط، يعني انا بتكلم على النقطة داخل صفحة السياسة المصرية تجاه افريقيا. انا ما بتكلمتش على الوكالة المصرية الشراكة من اجل التنمية. مش عايز السياسة والكلام، مش لا لا سياسة، انا عايز اعرف انتوا كاتحاد الشباب الافريقي، مش عايز اتكلم على المصري بس، عن مصر الشباب، يعني كل مثلا رئيس الاتحاد اللي هي استاذة فرانسين مهم، يعني مثلا رئيس الاتحاد قدمت مبادرة في دولة بروندي. بروندي كان فيها مشكلة خاصة بالرئيس الحالي، كان عايز يزود فترته بالظبط، والمعارضة كانت شايفة ان ده امر غير مطروح، فكان في ازمة سياسية قوية جدا. طيب بس انا لحظة بس هقول لك بس نقطة بين السطور. اوكي. فرانسين مويمبا رئيس الاتحاد قابلت السيد الرئيس هناك في بروندي، وبالمناسبة تم الافراج بناء على مبادرتها، تم الافراج عن اكتر من 3000 معتقل سياسي هناك. طيب كمان تم تشكيل لجنة. الواضح يعني انا اللي عايز اساله لما قعدت افكر اتحاد الشباب الافريقي المشاكل اللي هيناقشها ايه، اعتقد ان في حاجات مهمة جدا زي مثلا نقص المية في القارة الافريقية، رغم انها عندها أنهار مهمة جدا وغابات، بس في نقص المياه في دول كتيرة أفريقية، انتشار مرض الإيدز في أفريقيا، الهجرات الغير الشرعية من أفريقيا لبلاد أخرى، أعتقد كل دي ملفات مهمة جدا، وهي دي بتمس الشباب الأفريقي. يعني أنت لو بصيت على مرضى الإيدز أغلبيتهم من الشباب، لو بصيت على الهجرة الغير الشرعية كلهم تقريبا شباب. البطاله في افريقيا شباب. فانا مش عايز اخش في السكك السياسه، انا عايز اخش في الكلام ده، الكلام اللي انا بقوله ده، ازاي اتحاد الشباب الافريقي ممكن مش يحله، لا مش هيحله، بس ممكن يناقشه يقدم بدائل او يقدم اطروحات. طبعا انا يعني احنا دخلنا في المساحه ديت، لا هو كل حاجه بتبتدي من السياسه. بس خليني اقول لك على حاجه، مثلا خلينا نتكلم على مفهوم التنميه ذات نفسه، لان هو مفهوم ومصطلح شامل وكامل. على سبيل المثال في اجنده افريقيا 2063 احنا بنتكلم على الدمج والتكامل الافريقي. ازاي هنوصل للمرحله ديت؟ مصر استضافت مؤخرا في شرم الشيخ في
في 2017 في نوفمبر بالظبط. مؤتمر الشباب بالظبط، مش مؤتمر الشباب، استضافت مؤتمر الاقتصاد، مؤتمر الاقتصاد اللي كان بيتنفذه وزارة الاستثمار تحت رعاية السيد الرئيس. ازاي اتكلمنا عن مفهوم ريادة الاعمال؟ ازاي ممكن تقدر اللي انا عايز اوصل معاك فيه يا صديقي العزيز ان هو اتكلمنا انا عايز التنفيذ مش التنفيذ التنفيذ مش اختصاصكم. التنفيذ مش اختصاصنا. أيوه. التنفيذ هو صانع القرار. أيوه احنا مجرد بس بنقدم اوراق، مش اختصاصكم بس برضو انتوا كاتحاد الشباب الافريقي اكيد ممكن تبقوا ورقة ضغط على بعض الانظمة او بعض الحكومات علشان تقدروا تنفذوا مطالب الشباب اللي في البلاد دي. ده حقيقة. علشان كده بقول لك الرئيسة مثلا قدمت مقترحين، مقترح كان في دولة افريقيا الوسطى، يعني في ثلاث مناطق. يعني الكام حاجة اللي قلتهم لك دولت انا اعتقد من اهم المشكلات اللي بتقابل الشباب الافريقي، الايدز والبطالة والهجرة غير شرعية. كل ده بيتحل بحاجة واحدة، بالحوكمة، بتداول السلطة، بكل الكلام ده. كل ده مبني على صنع القرار. من يملك القرار بكل وضوح وبكل شفافية؟ خليني أقولك. لا بس الايدز مثلا ده بتكلموا فيه مثلا؟ طبعا طبعا. لا لو في ده ماله ومال لا ازاي بس القرار. ازاي هو من يعني مثلا على سبيل المثال مصر ليها تجربة ناجحة جدا 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 في علاج فيروس سي. ايوه بس فيروس من لحظة بس لحظة بس ليه علاج لكن الايدز ملوش علاج. لحظة بس الايدز دي وقاية. وقاية ما هو انا بتكلم في المطلق. طيب احنا ازاي في مصر قدرنا ناخد شوط كبير جدا جدا جدا؟ طب ما كان في ارادة سياسية. صح ولا جات من صنع القرار. جابت الناس المختصين، يا جماعة احنا هنعمل ايه؟ طب هنعمل 1 2 3. فاهم قصدي؟ من فوق. طيب انا عشان الوقت خلص تقريبا، انا عايزك بس تقولي نظرة بقى الشباب الافريقي لينا احنا كشباب مصر. انا مش شباب حضرتك لشباب. لا وحضرتك شباب طبعا. لا انا عندي 45 سنة شباب. ايه طيب الشباب شباب روح. نظرتهم لينا ايه؟ بيبصونا ازاي؟ مصر ليها 3 اعمدة في العالم او في العالم الحر زي ما بيقولوا. الحضارة الفرعونية كحضارة القديم. ايوه بالظبط، هي كحضارة افريقية بينتموا اليها. الأزهر الشريف كمنارة دينية. وجمال عبد الناصر كقيادة شاركتهم همومهم زعيم الراحل جمال عبد الناصر ليه أهمية كبيرة قوي في دول أفريقيا، وانت تعاملت كتير مع الشباب الأفريقي اللي يمكن أغلبهم بما فيهم حضرتك ما عصروش الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. نظرتهم ليه لغاية دلوقتي زي ما هي؟ طبعا في محلها. طبعا لأنه هو من أباء المؤسسين للاتحاد الأفريقي. يعني عارف هو ممكن يكون جمال عبد الناصر مات، لكن انجازاته وشهاده لم تمت اللي في افريقيا. ابسط حاجه، انت لما تخش الاتحاد الافريقي اول صوره الاجتماع التحضيري كان او البيان التاسيسي لمنظمه الوحده الافريقيه كان جمال عبد الناصر الزعيم بهيبته بتواجده صوره في مدخل الاتحاد الافريقي. السيده ام كلثوم بالمناسبه ليها صوره جوه في الاتحاد الافريقي. الشباب في افريقيا عارفين المغنيين والمطربين بتوعنا، عارفين الممثلين زي البلاد العربيه كده، عارفين كل طبعا. الممثلين طبعا. نتكلم نفس اللغه في الحقيقه بلاد العربيه طبعا. بس الافارقه اغلبيتهم بيتكلموا فرنساوي او سواحيلي او الريتم. المفهوم مفهوم الريتم. كان حد لسه بيكلمني بيقول لي انا في اغنيه بحبها جدا اسمها بشره خير. عارفينها طبعا. اوكي طبعا. طيب انت النهارده طبعا شرفتني ونورتني والوقت خلص بسرعه جدا معاك، بس ان شاء الله نلتقي مره تانية. اتمنى ذلك، واتمنى ان انا اكون شرفت مصر اكيد ده كفايه ان انت من اسوان ومن النوبه. انت تشرف مصر كلها، ده شرف لينا كلنا. اشكرك، شرفتيني. تحيا مصر بشبابها، وتحيا مصر بمستقبل ان شاء الله منتظر الناس كلها ان شاء الله. بشكر استاذ حسن الغزالي على وجوده معانا النهارده. هنشوف فاصل وبعد الفاصل هنرجع لكم بعد نشره راس الساعه ان شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. شكرا لك استاذ شريف. اتفضل. كلام خفيف مع شريف مبكور على النجوم FM ونجوم FM TV.